بالنسبة للمشاركة ديالي في المهرجان فاطمة حيت جاية تغني وتنشط الجمهور ديال مدينة طنجة، وكيف فرحني هذا المهرجان اللي منظم في مدينة طنجة. مدينة طنجة جميلة، فيها المناظر زوينين، فيها شي حاجة اللي ومريحة. وبالنسبة أنا فرحانة بهذا المهرجان، بالخصوص كينضموه الشباب وسموه سمية زوينة، يعني أفولكي. أفولكي هي شي حاجة زوينة باللغة الأمازيغية عندنا حنا، وأنا فرحانة اليوم غادي نتلاقى مع الجمهور ديال مدينة طنجة. جمهور الشمال، أنا سنين هادي كنجي لمدينة طنجة، وبالخصوص الشمال كله ماشي غير مدينة طنجة. وفعلا كنكتشف بان جمهور ديال الشمال كيحبني وحتى انا كنحبو. الناس كرامه، الناس تيرحبوا بالفنان، وما نكذبش عليك هنا كنحس بواحد الراحه ملي تنكون مع الجمهور ديال الشمال. بحال قلتي انا في بلادي في حاحه، اني شي حاجه كتفرح. ماشي غير بالخصوص كنتلقى به غير في المغرب، كنتلقى به حتى خارج المغرب ملي كنكون على برا. تيجي عندي حتى يديروا معايا تصاور، وكيجيو الحفلات ديالي كيحضروا، واخا ما كيفهموش. كاينه شي حاجه اللي ما الكلمات اللي ما تيفهموش، ولكن بالخصوص كتكون كلمات بزاف كنتفاهموا فيها بالريفيه وبالزيانيه. وهذا الشيء الحمد لله كيفرح بالنسبه للفنان المغربي.